صفات السكرتير الطبي We're going to talk about the qualities of medical secretary Okay, qualities of medical secretary الصفات السكرتير الطبي من مهارات احترافية ومهارات شخصية Personal skills and professional skills uh, The four C's are Confidentiality, Cooperation, Commitment and Courtesy السرية، التعاون، الالتزام، الفطانة نحن نشرحهم وحده واحدة. Confidentiality السريه اوكي okay, يعني عدم الكشف عن اي معلومات يتم تعلمها من مريض او سجل المريض او مقدم الرعايه الصحيه لاي شخص غير مصرح له Confidentiality. A general discussions with work colleagues about patients should be avoided. Discussing patient with any anyone outside the workplace should be avoided. كمان يجب تجنب المناقشات العامة مع زملاء العمل حول المرضى. يجب تجنب مناقشات المرضى مع أي شخص خارج مكان العمل. كمان لازم يتمتع بالسرية من خلال استعماله لجهاز الكمبيوتر واستعمال المستندات الورقية والتليفون والمسجز. كمان حنحكي عنهم. كمبيوتر أجهزة الكمبيوتر أثناء عملك قد يتم استدعاؤك بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك فماذا يجب أن تفعل للحفاظ على السرية؟ لازم أحفظ المستندات غير المكتملة سيفون أعمل سيف قم بإيقاف تشغيل الشاشة Save the unfinished documents. Turn off the screen. أما بالنسبة للمستندات الورقية، ما الذي يجب عليك فعله للحفاظ على سرية المستندات الورقية؟ يجب وضع المستندات داخل المجلدات أو الملفات. لا ينبغي أبداً ترك السجلات الطبية على مكتب غير مراقب. وعادةً ما يتم حفظها في منطقة منفصلة مع تقييد الوصول إليها OK، uh, what should you do to maintain the confidentiality of the paper-based documents؟ documents should be placed inside folders or files. medical records should never be left on an unattended desk, or uh, and normally filed in a separate area with restricted access. بالنسبة للهاتف، إذا كنت تعمل كموظف استقبال وتلقيت مكالمة من مريض، فماذا تفعل للحفاظ على السرية؟ إذا كانت المكالمة استفسارا روتينيا فلا ينبغي أن يسبب لك ذلك صعوبات في حالات خاصة أخرى يجب تجنب استخدام اسم المريض الكامل أو العنوان أو رقم الهاتف لماذا؟ لأنك قد تقدم أدلة كافية لتحديد هوية الشخص أوكي okay, مثل ما مكتوب كمان بالإنجليش You should avoid using patient full name, address or telephone number Why? because you may provide You may provide enough clues to identify the person كمان بالنسبة للرسائل ما الذي يجب عليك فعله للحفاظ على سرية الرسائل إذا كنت تتصل بشخص ما على سبيل الاستعجال فاقتصر رسالتك على اسمك أو اسم طبيبك أو منظمتك رقم الهاتف الذي تطلب من هذا الشخص الاتصال بك أوكي يعني منكتب uh, your name, your doctor name or organization, telephone number that you ask that uh, that person contacts you. دراسة الحالة. Okay. كمان بالنسبة للكوبريشن التعاون يجب أن يعمل يعمل السكرتير الطبي كجزء من الفريق الطبي. لا يمكن للفريق أن يكون فعالا إذا لم يتعاون أعضاؤه لتحقيق أهدافهم وإذا كان التواصل ضعيفا لازم يكون في communication medical secretary must work as a part of the medical team uh, مش بس بيشتغل بمفرد ولازم يشتغل بفريق team cannot be effective if its members do not cooperate to achieve their objectives and if communication is poor كمان بعدنا بالتعاون، تُعد مشاركة المعرفة والمعلومات مع أعضاء الفريق الآخرين عاملًا مهمًا في العمل الجماعي الفع الفعال. غالباً ما تجد السكرتيرة الطبية نفسها في المركز لضمان توصيل المعلومات بشكل واضح ودقيق ومناسب. Sharing of knowledge and information with other team members is as an important factor in effective teamwork لازم يصير في sharing knowledge medical secretary will often find herself at the center of ensuring clear accurate and appropriate communication of information وبالنسبة للالتزام commitment لازم تتمتع بالمصداقية والدقة وإدارة الوقت والمسؤولية reliability, accuracy, time management, responsibility. بالنسبة للمصداقية، أن تكون مصداقيا به يعني اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الطلب، إتمام العمل في المواعيد النهائية المقبولة والمتفق عليها، الرد على الاستفسارات بأسرع وقت ممكن، Being reliable means always taking appropriate action when asked، Completing work within accepted and agreed deadlines، responding to inquiries as soon as possible. بالنسبة للدقة accuracy بصف... بصفتك سكرتيرا طبيا يجب أن تكون دقيقا في جانبين رئيسيين في عم... من عملك؛ آه المستندات إذا كانت يدوية من خلال يعني استعمال الإيد تكتب على الورقة والقلم أو محسو, محسو... آه... computerized نستخدم الحاسوب والمكالمات الهاتفية اللي هني documents manual or computerized أو telephone calls المكالمات الهاتفية الوثائق documents أدخل المعلومات بدقة وتحقيق من التفاصيل لا تعتمد فقط على وسيلة التدقيق الإملائي تدقيق المستند uh, enter information accurately and check the details don't rely solely on the spell check facility proofread the document بالنسبة للاتصالات الهاتفية. تطلب منك معظم المكالمات الهاتفية تدوين الملاحظات أو الرسائل وتتلقى نتائج تحقيق عاجلة أو وصف أو إلغاء المواعيد. يجب أن تكون طريقتك في تسجيل هذه المعلومات دقيقة. Most telephone calls require you to take note messages. you may receive urgent investigation results, prescribing or cancellation of appointments. Your method of recording this information must be accurate. لازم يكون في تسجيل المعلومات دقيق. Okay. بالنسبة للإدارة الوقت time management بصفتك سكرتيراً طبياً ستواجه أعباء العمل وسيطلب منك اعتماد تقنية إدارة الوقت المناسبة. ستكون هناك مناسبات عندما يطلب منك العمل في موعد نهائي محدد ويجب أن تتعلم كيفية تخطيط وامتلاك عبء العمل الخاص بك. As a medical secretary you will experience workloads and you will require to Ad, uh, adopt appropriate time management technique there will be occasions when you are required to work to a specific deadline and you should learn to plan and prioritize your workload اما <متسجيل> بالنسبه للتايم مانجمنت سيطلب منك اكمال مجموعه متنوعه من المهام كل يوم ولكل مهمه مستوى مختلف من الالحاح اذا كنت تعمل مع شخص واحد فسيكون تحديد اولويات المهام امرا سهلا اما اذا كنت تعمل لدى اكثر من شخص فعليك تحديد اولويات المهام If you work for one person prioritizing the task will be easy if you are work for more than one person you have to prioritizing the tasks prioritizing the tasks. اوكي، okay. بالنسبة للمسؤولية، في دورك قد تواجه مواقف تطلب درجة كبيرة من المسؤولية. يجب أن ينظر إلى هذه المواقف على أنها فرص لتطوير مهارات جديدة. لاستخدام مهارات الحالية وإظهار قيمتك للقسم. يعني لازم يتمتع بالمسؤولية. اوكي. Okay. كورتسي آه، اوكي هنحكي عنه بصفتك سكرتيرا طبيا ستتعامل مع اشخاص من داخل مؤسستك وخارجها مع زملائك يجب ان تكون محترفا لا تحكم على زملائك من خلال معتقداتك الخاصة يجب ألا تسمح أبدا للمشاعر الشخصية بالتأثير على علاقتك المهنية تذكر دائما مع المرضى أنك تمثل مؤسستك As a medical secretary, you will be dealing with people from inside and outside your organization. With your colleagues, you should be professional. Do not judge your colleagues by your own beliefs. You should never allow personal feelings to influence your professional relationship. With patients, always remember that you're representing your organization. you should be helpful all the time. الحزم التوكيد أو الحزم هو عملية عملية الدفاع عن حقك مع احترام حقوق الآخرين من خلال التعبير عن نفسك بطرق مباشرة مباشرة وصادقة ومناسبة الحزم سوف يساعدك في المواقف الصعبه مثل الشعور بالغضب عدم الاتفاق مع المدير التعامل مع المريض الغاضب الاستجابه لطلب غير معقول feeling anger disagreeing with manager dealing with irate patient responding to unreasonable requests. handling aggression التعامل مع العدوان عندما تواجه مريضاً عدوانياً ستساعدك على ان تظل حازماً من خلال تذكر ما يلي قد يتأثر سلوكهم بالالم او الانزعاج قد يكون سلوك... سلوكهم نتيجه الاحباط قد يكون سلوكهم بسبب اضطراب نفسي معترف به their behavior may be affected by pain or discomfort Uh, or maybe the result of frustration or due to a recognized psychiatric disorder. <applause> التعامل مع الضغط handling stress أسب أسباب الإجهاد في العمل ساعات طويلة بدون فترات راحة مناسبة، مهام معقدة أو تستغرق وقتاً طويلاً، مواعيد نهائية غير واقعية، موارد غير كافية نقص في التواصل تطوير مهارات جديدة لإدارة التوتر يجب أن تكون على دراية بمخاطر قلة النوم والنظام الغذائي السيء انتبه لنظامك الغذائي ومارس التمارين الرياضية بانتظام لمحاربة التوتر stress causes and the work long hours with without proper breaks complex or time consuming tasks unrealistic deadlines inadequate resources lack of communication developing new skills to manage the stress you should be aware of the dangers of lack of sleeping and poor diet pay attention to your diet and take a regular exercise to fight stress okay communication at tawasol الكوميونيكيشنز الاتصالات بصفتك سكرتيرا طبيا فانت فانت احد واجهات المستشفى وما وما تتواصل معه وكيف تتواصل سوف يعبر عن نظره المرضى والموظفين الاخرين لقسمك والمستشفى As a medical secretary you are one of the windows of hospital and What you communicate and how you communicate will color the view patients and other staff have, uh, have of your department and hospital. السكرتير مسؤول عن استقبال ونقل الرسائل الشفوية والمكتوبة بين أعضاء الفريق والمرضى والأطباء وجميع الأقسام الداخلية والخارجية. The secretary is responsible for receiving and rely, relaying oral and written messages between members of the medical team and patients, doctors and all departments, both internal and external. Communication, verbal communication and written communication Shafawi kitabi اوكي okay. التواصل الشفوي verbal communication مهارات الاستماع توافر المعلومات التحقق من المهارات تسجيل وترحيل الرسائل الهاتف أنظمة تسجيل الاتصال listening skills availability of information checking skills recording and relaying messages the telephone communication facilitating systems <coughs> بالنسبة لمهارات الاستماع listening skills يتطلب الاستماع النشط منك ركز على ما يقوله المريض كرر ما قيل لك للضمان الفهم اسمح للمريض بأن يقول كل ما لديه active listening requires you for focus on what the patient is saying repeat back what has been said to ensure understanding allow patient to say everything that have to say Listening Skills مهارات الاستماع معلومات مهمة يجب عليك دائما تسجيله, تسجيلها من, من المتصل. رقم الهوية الوطنية الأول والثاني واسم العائلة. أوكي، الاسم الأول والثاني واسم العائلة. تاريخ الولادة، رقم السجل الطبي. اتصل برقم الهاتف. برقم الهاتف وتاريخ ووقت المكالمة. National ID number. first, second and family name, date of birth, medical record number, contact telephone number, date and time of the call. availability of information توافر المعلومات. بالإضافة إلى تلقي رسالة كاملة، من المهم أن يكون لدى الطبيب أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل اتخاذ قرار بشأن أي إجراء مطلوب. التحقق من المهارات Checking Skills <applause> اقرأ الرسالة مرة أخرى إلى المتصل للتأكد من حصولك على المعلومات الصحيحة حتى إذا كنت واثقاً من أن لديك كل الحقائق وكن واضحاً بشأن إجراء المتابعة التي ستتخذه. Read the message back to the caller to make sure you have the correct information. even if you feel confident that you have all of facts and be clear on what uh, follow-up تسجيل وترحيل الرسائل يمكن نقل الرسائل إما شفهيا أو كتابيا حسب طبيعتها وحالتها عليك معرفة مواعيد عمل الطبيب خلال الأسبوع سيكون من, خ... من غير المناسب استدعاء طبيب وهو مريض آخر. تسجيل وترحيل الرسائل اوكي يمكن بسهوله تضليل الرسائل التي يتم التقاطها على قصاصات الورق الرسائل الماخوذه بترتيب زمني يمكن بسهوله ترتيب اولوياتها للعمل دفتر الملاحظات هو اداه اساسيه لاداره الرسائل بشكل فعال يوفر دفتر الملاحظات سجلاً أكثر أماناً ودائماً للرجوع إليه في المستقبل. يجب الحفاظ على سرية دفتر الملاحظات من خلال إبقائه في المكتب. نفس المعنى بالإنجليزية، messages taken on scrap paper can easily be mislaid. messages taken in chronological order can be more easily prioritized. prioritized uh, for action, a noted is an essential tool for effective message management. a notebook provides a safer, a lasting record for future reference necessary. you should maintain the confidentiality of the notebook by keeping it in the office. recording and relaying messages يجب نسخ جميع الرسائل بوضوح في دفتر الرسائل بحجم A4 يمكن استخدام السبورات البيضاء او اللوح الصغير للرسائل ولكن لا يجب ان تكون تفاصيل تعريف المريض مرئيه ويجب ان تكون اللوحه في منطقه لا يمكن للمرضى الوصول اليها يمكن ترك رساله مطبوعه او مكتوبه بخط اليد مع سجل المريض في طاولة الطبيب الموصوفة لعناية الطبيب إذا لزم الأمر All messages should be clearly copied on, a, on an A4 message book Whiteboard or pinboard may be utilized for messages but no patient identification details must be visible and board should be in an, an area not accessible to patients. a type or handwritten message with patient with patients record can be left in doctor tray labeled for doctor's attention if required الهاتف الرد على المكالمات الواردة بسرعة حتى عندما تكون مشغولا بمهام أخرى استخدام زر كتم الصوت عند التحدث مع, مع المريض عندما يكون المتصل على الهاتف العوده الى المتصل بشكل متكرر لاعلامه بان طلبه لا يزال قيد المعالجه اعرض عليهم اخذ رقم هاتفهم والرد عليهم في وقت لاحق اذا طال انتظار الرد respond to incoming calls quickly even when busy with other tasks use the mute button button uh, when talking with a patient uh, uh, holding the caller on telephone Return to the caller frequency to let them know their request is still being processed. Offer to take their telephone number and return the call if the wait for a response may be prolonged. من المهم أن تتذكر أنه عند استخدامك للهاتف فإن الشخص الذي تتحدث معه يمكنه فقط الاتصال بصوتك. بصوتك لن يتمكنوا من رؤيه تعابير الوجه ويجب ان يكون الصوت واضحا لفهم الرساله الابتسامه على الوجه يرفع الصوت وتبدو اكثر وديه It is important to remember that when you see a telephone the person to whom you are speaking can only relate to your voice they will be unable to see facial expression and the voice must clearly state the message A smile on the face lifts of the voice and sounds more friendly تقع على عاتق-عاتق السكرتير مسؤولية التأكد من أن المتصل يعرف من يتحدث مع عرض-مع عرض لتحويل المتصل إذا لزم الأمر من الجيد عند تحويل المكالمات التحدث بإيجاز إلى الشخص الذي يرد على المكالمة مع ذكر اسم المتصل وسبب تحويله. الهاتف، تحويل المكالمة، قم بإعادة توجيه المكالمات إلى رقم داخلي آخر في غيابك، حفظ، احفظ رقم، رقماً خارجياً اتصلت به للتو، المرفقات لإضافة شخص واحد أو أكثر إلى مكالمتك. Call forward. Forward calls to another extension in your absence. Save an external number you have just called. Conference Facility to add one or more persons to your call Receiving Calls (الاتصالات الواردة) الرد على المكالمات بسرعة تجنب إبقاء المتصلين قيد الانتظار امنح المتصلين خيار الرد على المكالمات خذ اسم المتصل ورقم هاتفه استمر في العوده الى المتصل الموجود في الانتظار الحصول على على معلومات عامه للموظفين والادارات تجنب التعليقات الشخصيه قم بانهاء المكالمات بادب answer calls quickly avoid keeping callers waiting give callers the choice of being rung back take caller's name and telephone number keep coming back to a caller who's on hold Have a general information to staff and departments extension. Avoid personal comments and the call politely. إجراء الاتصالات، قدم مقدمة واضحة. خطط لما ستقوله. اطلب الرقم بعناية. إذا تم الاتصال بالرقم الخطأ، فاعتذر. اكتب اسم الشخص الذي ترغب في التحدث إليه. قم دائما بتحديث وإعادة المكالمات. حتى لو قلت أن الاستعلام لم يتم حله بعد. Make a clear introduction. Plan what you are going to say. Dial the number uh, carefully. If the wrong number is dialed. okay dial the number carefully if the wrong number is dialed of offer an apology give the name of the person you wish to speak to always up to update and return calls even to say the query has yet to be resolved communication facilitating systems نظام الكمبيوتر الكتب المرجعية لافتة تنبيه بريد البريد الإلكتروني diary bring forward system computer system reference books notice boards mail email اوكي okay, مذك... دايري مذكرات عادة ما يحتفظ السكرتير بمذكرات الطبيب سواء كانت محوسبة أو يدوية وقد يطلب منه تزويد الطبيب بقائمة تكميلية بالمواعيد الواردة في اليوميات على أساس يومي من المهم أن يتم تحديث الإدخالات وأن تكون دقيقة ويمكن الوصول إليها تقع على عاتق السكرتير مسؤولية الاحتفاظ بسجلات اليوميات. The secretary will usually hold the doctor's diary whether computerized or manual and may be required to provide the doctor with a supplementary list of appointments contained in the diary and on daily basis. It is عادة ما يكون السكرتير هو أول من يعرف متى سيأخذ الطبيب إجازة سنوية أو دراسية. من المهم أن تسأل الأطباء من وقت لآخر عن مواعيد إجازاتهم. من المهم أن يتم إرسال المعلومات المتعلقة بإجازة الأطباء في أسرع وقت. ممكن إلى القسم ممكن إلى القسم لإعادة جدولة مواعيد المرضى في حالة عند عدم تلقي الإشعارات أو عدم وجود وقت كافي للاتصال بالمرضى فقد يؤدي ذلك إلى اكتظاظ العيادات بالحجز The secretary is usually the first to know when doctors is going to take annual or study leave. It is important to ask the doctors from time to time what the dates of their leave. it is important that information about the doctor's leave is passed on as soon as possible to the department uh, to rescheduling patients' appointments. when notifications has not been received or there has not enough time to contact patients, this, is, this can result for overbooked clinics. <inaudible> Bring forward system يمكنك استخدام كل من الأنظمة المحوسبة واليدوية لتسليط الضوء على العمل التي تطلب اهتماما فوريا يمكنك استخدام محفظة مقسمة إلى 12 شهرا من السنة وكل فتحة مقسمة إلى أيام من الشهر من واحد إلى 31 يمكن وضع المهمة في تاريخ لاحق أوكي okay. you may utilize both computerized and manual system to highlight work requiring immediate attention. you may use a, a wallet divided into 12 months of the year and each slot divided into days of month. tasks of the later date can be placed in appropriate slot and transfer the papers as required. computer system. من المهم الاحتفاظ بأقراص النسخ الاحتياطي للعمل على الكمبيوتر بناء بناء مرفق معجم الإلكتروني بأسماء الأطباء وعناوينهم لإجراء سريع وسهل. It's important to, to keep backup disks of work held on computer. Building up an electronic glossary facility with doctors' names and addresses for quick and easy action. الكتب المرجعية reference books uh, من المهم الوصول إلى الكتب المرجعية مثل قاموس طبي دلائل الهاتف الداخلية والخارجية مجلد إجراءات وبروتوكولات الأقسام والمستشفيات It is important to have access to reference books such as medical dictionary, internal and external telephone directories, okay, folder of departmental and hospital procedures and protocols. نوتس boards لافتات تنبيه. لوحة الملاحظات الخاصة بك هي أداة مفيدة للرجوع السريع والسهل لك ولزملائك. لكي تكون لوحة الإعلانات وسيلة مساعدة فعالة، يجب أن تكون جميع المعلومات المعروضة محدثة. محدثة. Your notice board is a useful tool for quick and easy reference for you yourself and colleagues. For a notice board to be an effective aid, all information displays must be current and updates. Notice boards, it's helpful to display useful telephone numbers and doctor's pages number, clinic uh, time timetable, doctor's timetable, holiday timetable, and calendar. According to mail, البريد incoming mail should be opened regularly by the secretary and all mail should be dated once it opened. Outgoing mail must be labeled with destination. يجب فتح البريد الوارد بانتظام من قبل السكرتير ويجب تأريخ جميع رسائل البريد بمجرد فتحها. يجب تسمية البريد الصادر بالوجه بالوجهة. بالوجه. بالنسبة إلى البريد الإلكتروني email When writing email, you should consider the following points: clearly state the purpose of the mail (of the email), a professional greeting, perfect spelling, grammar and sentence structure, closing the email. عند كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب مراعاة النقاط التالية: اذكر بوضوح الغرض من البريد الإلكتروني: تحية احترافية، تهجئة صحيحة وقواعد وجمل مثالية، إغلاق البريد الإلكتروني. اوكي okay, هذا هو الـ, هذا هو الايميل البريد الالكتروني اوكي okay, كيف نبلش دير ندى هون نكتب subject هون ال greeting I hope my email find you find you well please find a copy of first med exam see the attachment regards تحيات لي closing your name نكتبه هون او لمين عم نبعته نكتب اوكي okay, هون دير ندى اذكر بوضوح الغرض من البريد الإلكتروني. Clearly state the purpose of the email. Clarity, descriptive, critical information. OK، عناوين البريد الإلكتروني غير الفعالة. Ineffective email headings. Hi، questions, meetings. One more thing, some thoughts. <coughs> عناوين البريد الإلكتروني الفعالة. Effective email headings. ممكن نكتب بال subject. Party planning meetings rescheduled for three p.m. Help! I can't find the draft for the Sultan paper. Reminder: Peer review articles due tomorrow. ممكن نكتب هيك subject أما هيك A professional greeting. تحيه احترافيه. Okay. ممكن نكتب بالتحية dear first name last name dear. Uh, miss, Mr. Last name, uh, dear hiring manager, to whom it may concern. رسمي, if you need something formal, hope this email finds you well. I hope you're doing well. I hope you're having a great week. I want to get your advice on. I'm reaching out about. Thank you for your help. Thank you for the update thanks for the uh, for getting in touch. thanks for the quick response. If you're following up on something, you can use these sentences as promised I'm as we discussed on our call, can you provide me with an update on? I'm checking in on. I'm getting back to you about, to follow up on our meeting. Sincerely, <speaking in foreign language> your sincerely kind uh, regards, kind thanks, kind wishes, many thanks, regards. Okay.